لما حضراتكم يمكن النهارده يعني كنا في جنازه لواحد من عظماء كره القدم في النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل رحمه الله عليه. اسم من الاسماء اللي كنا واحنا صغيرين بنبقى سعداء جدا لما نسمع اسمه، زيه زي عظماء كتير رحلوا عننا يعني، وزيه برضه زي عظماء كتير موجودين، ربنا يا رب يديه الصحه يعني. بقاءه لله، والنادي الاهلي دايما بسيرة العظماء دولة النادي الأهلي دايما في تقدم إن شاء الله. ألف رحمة ونور بإذن الله على الكابتن عادل يعني. النهاردة أنا عايز الحقيقة أوجه كلمة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. يوم الجمعة اللي جاية يوم مهم جدا، يوم الجمعة 28 سبتمبر يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي. ليه يوم تاريخي؟ اليوم ده أعضاء النادي الأهلي هيقرروا فيه إن شاء الله مستقبل ناديهم، مستقبل أولادهم وأحفادهم. يوم الجمعة اللي جاية أعضاء النادي الأهلي هيختاروا لو عايزين يوافقوا على مشروع اللائحة النظام الأساسي اللي بقالنا فترة شغالين فيه، ولا يفضلوا يكملوا على اللائحة الاسترشادية. هنا بقى خليني الحقيقة أشرح لكم في الأول أو أقول لكم في الأول هي إيه اللائحة الاسترشادية، وليه ما ينفعش النادي الأهلي يستمر عليها. السنة اللي فاتت 2017 ظهر قانون الرياضة الجديد. القانون ده النادي الأهلي كان بيطالب بيه من سنوات طويلة جدا. الحمد لله ظهر قانون الرياضة، وبرضو عشان نكون منصفين هو قانون الرياضة الجديد في تقديري قانون كويس، محتاج يتعدل بعض البنود لكن قانون كويس. ليه قانون كويس؟ لأنه الحقيقة إدى استقلالية للجمعية العمومية بتاعت كل نادي إنها تقرر مستقبلها بإيديها، وكمان سمح بإنشاء شركات استثمارية من خلالها تنمية موارد أي نادي. إدى كل نادي الدوري الحق إنه يكون عنده لائحته الخاصة اللي ممكن يشتغل بيها وعليها. هو ده أنا شايف دي مميزات لقانون الرياضة. لكن بقى كمان في نفس الوقت اتعملت لائحة استرشادية لغاية ما كل هيئة رياضية أو نادي يقرر اللائحة بتاعته. لائحة استرشادية تخلي الناس كلها تشتغل عليها إلى أن يحدد كل نادي النظام الأساسي الخاص به. هنا مشكلة اللائحة الاسترشادية بالنسبة لينا احنا في النادي الأهلي، ما أعتقدش أبدا بأي حال من الأحوال أن اللائحة دي تعبر عن النادي الأهلي ولا تعبر عن الأسلوب والطريقة اللي النادي الأهلي طول عمره من 1907 بيفكر بيها، ازاي يخطط لناديه، ازاي يفكر لناديه، ازاي يستثمر في ناديه. هو ده ما ينفعش، عشان كده ما ينفعش اللائحه الاسترشاديه دي تكون موجوده والنادي الاهلي يشتغل بيها. احنا يمكن كمان اللائحه الاسترشاديه مش بتخاطب احتياجات اعضاء النادي الاهلي ولا بتحل مشاكلهم اللي احنا بقى شفناها بعنينا واحنا بنمارس على ترابيزه مجلس اداره، والعاملين كلهم في النادي في مشاكل مش قادرين نحلها لان من خلال وجود اللائحة الاسترشادية. عشان كده ما ينفعش الحقيقة يمكن ان اي عضو في النادي الاهلي يقبل ان النادي الاهلي يعني بعظمة اسمه وبتاريخه وبريادته ان الحقيقة يمكن يشتغل بلائحة استرشادية. ما ينفعش، لازم يكون عنده لائحته الخاصة. ويمكن ده يعني بشيء بسيط يعني مش مقبول ابدا يا جماعه ان احنا يكون عندنا النادي الاهلي يعمل بلائحه استرشاديه. مش مقبول وما ينفعش انه يستمر ولا يليق ابدا ابدا بالنادي الاهلي. عشان كده لما اعلنت ترشحي من فتره يعني ليكم من سنه تقريبا، الحقيقه يمكن قلت بعض الجمل كده عايز افتكرها مع حضراتكم. قلت أنا خايف على النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي أنا الحقيقة دخلت أول يوم اللي كان ليا في النادي الأهلي سنة 1970، عشت فيه أيام يعني حياتي كلها أو يعني أسعد أيام حياتي لغاية النهاردة. قلت خايف على النادي الأهلي، قلت خايف إن في إن يعني من خطر إن في ناس ممكن تحاول تسيطر على النادي الأهلي، خصوصاً زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان قانون الرياضه ادى الحق ده، ادى الحق في الاستثمار في النادي، لكن ما حطش ضوابط
وقيود تمنع ان في يوم من الايام مثلا اقول لحضراتكم مثلا فرق الاهلي الرياضيه مثلا زي فريق الكوره يتحول هذا الامر لشركه مساهمه، ده وارد، بس ما يكونش للنادي الاهلي او لاعضائه حق السيطره عليها، على هذه الشركه يعني، او حق فيها او في العائد منها. ساعتها انا قلت كلمه مهمه وما زلت يعني مصر عليها، ان النادي الاهلي غالي قوي قوي، وما فيش حد يقدر يشتريه وما فيش حد يقدر يبيعه. الكلام ده يا جماعه ببساطه انا بعتبره جزء من عقد بيني وبين حضراتكم، وانا مسؤول ان ينفذ الوعد ده او العهد ده. عشان كده موضوع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كانت أولوية من أولوياتنا، بالتحديد في يناير شكلنا لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي برئاسة النشار محمود فهمي. حقيقة سيادة النشار محمود فهمي ده بعتبره من الرجال العظماء في النادي الأهلي، وفعلا الناس دي اشتغلت لمدة يمكن 7 شهور، لغاية ما عملوا زي مسودة أو عملوا زي لائحة بداية، يعني بداية اللائحة دي كملوها، وصلت لجنة الإعداد لمشروع لائحة. مشروع اللائحة ده يعني احنا يمكن ساعتها كان ممكن ساعتها يعني زي المتبع في كل الهيئات الرياضية، كان ممكن طبيعي جدا مشروع اللائحة ده هو زي ما هو كده والناس تاخده ونطرح النسخة دي للتصويت، والنسخة دي الناس بقى ساعتها تصوت على يعني تقول رأيها في هذه اللائحة، إما بيوافقوا على بنودها كلهم كده على بعض زي ما هي او بيرفضوا بنودها كلها زي ما هي. ده حق الناس، لان ما كانش في ساعتها كيفيه ازاي احنا نخلي نتناقش مع الناس في بند، ما كانش موجود ده. علشان كده النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي دايما بيفكر لمصلحه النادي الاهلي او في النادي الاهلي وقيمته وعراقته وريادته. فالنادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي من خلال كمان الرياده اللي هو دايما بيقودها قرر النادي الاهلي انه يعمل تجربه ديمقراطيه جديده، الحقيقه جديده من نوعها في مصر او في الانديه المصريه، يعني تجربه ما حصلتش في تاريخ الانديه في مصر. احنا خدنا النسخه اللي جهزتها لجنه الاعداد، لما خدناها طبعناها وطبعناها على هذا الكتيب، وقلنا كمان هنا لحضراتكم نسخه للمناقشه، احنا كنا قاصدين ده، سايبينها زي ما هي كده نسخة للمناقشة عشان نتكلم كلنا فيها وعشان نتناقش فيها. وفعلا قعدنا لمدة يمكن شهر إذا ما كانش أكتر شوية، اتناقشنا على مدى الشهر مع الأعضاء وعملنا ورش عمل، واستقبلنا كمان حوالي أكتر من أو تقريبا 3500 اقتراح من السادة الأعضاء ومن ورش العمل ومن حتى الجماهير على بقى التواصل الاجتماعي والكلام ده، يعني الناس برضو كانت بترصد الناس بتتكلم في ايه وبتقول ايه. عشان كده اللائحة اتناقشت بند، هو ده الاختلاف، احنا خدنا رأي الناس، خدنا رأي اعضاء الجمعية العمومية في بند في اللائحة. وكمان مش هقدر انكر ابدا ان كمان اعضاء الجمعية العمومية الحقيقة يعني في مناقشاتهم معانا يعني صوتوا تقريبا بشكل ضمني كده على بند. وكمان شكلنا لجنة قانونية من قامات قانونية كبيرة جدا جدا في مصر كلنا بنفتخر بيها ونعتز بيها، ودرسنا كل الاقتراحات اللي جت والآراء اللي جت اللي هي بتزيد عن 3500 اقتراح تقريبا، وشفنا رأي الغالبية، مش بناخد اقتراح 5 مثلا عايزين حاجة، لا، الغالبية العظمى في الاقتراحات دي. وأي بند أعضاء الجمعية العمومية اعترضت عليه او حذفت منه او عدلت فيه تم التعامل مع هذا البند يعني بعد كده الحقيقه، وكمان يعني اتعاملنا معاه طبعا بما يليق او بما تحتاجه الجمعيه العموميه او من خلال اراء واقتراحات الجمعيه العموميه. وكمان لجنه الصياغه النهائيه الحقيقه ضمت افكار من خلال المناقشه بقى مع الاعضاء وكده، لقينا في اعضاء في جمعيه العموميه الحقيقه وخبراء ادونا افكار حقيقه افكار هايله احنا ما كناش وصلنا لها، فهم كمان فادونا، يعني المناقشه دي ولدت افكار خلتنا جميعا
فعلا لا ده عندهم حق ده لازم تصلح. وتعدل بقى من خلال الكلام ده اكتر من تلت اللائحة، يعني اكتر من تلتها تم تعديل او تم الحذف او تم الصياغة تتعدل عشان توصل للمنطق او المنطوق المظبوط، يعني لغاية ما وصلنا للنسخة النهائية لمشروع لائحة النظام الاساسي. النسخة النهائية دي اللي هي برضو دي قدام حضراتكم المطروحة بقى ان شاء الله للتصويت عليها يوم الجمعة باذن الله 28 سبتمبر ان شاء الله. اللائحة دي ببساطة يا جماعة فعلت دور الجمعية العمومية من لحظة المشاركة في صياغتها بند بند، وبرجع بأكد عليه تاني بند بند، وبتخليهم الرقيب الحقيقي على مجلس إدارة. وكمان بتشترط إن أعضاء مجلس إدارة ورئيسه ومدير التنفيذي يكونوا من مثلا يعني يكونوا من حملة المؤهل الجامعي، مش زي اللائحة الاسترشادية اللي بتقول ممكن تكون مؤهل متوسط. كمان اللائحة الجديدة بتدي الجمعية العمومية من أعضاء النادي بتديهم السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس إدارة. وكمان بتنشئ لأول مرة لجنة تظلمات من رجال القضاء، وبتدي الحق لأي عضو في النادي إن يتظلم من أي قرار إداري اتخذ جوه النادي حتى لو كان من مجلس الإدارة. مشروع لائحة النادي الأهلي بيحمي مستقبل النادي، بيحمي مستقبل النادي الأهلي وبيحمي استثماراته، ويمكن بالخصوص بقى الجزء اللي فيه الاستثمارات يعني متعلق بالاستثمارات دي. بحب أشكر جدا جدا الدكتور فاروق العقدة، القامة الكبيرة الاقتصادية الكبيرة جدا، والراجل الأهلاوي يعني أهلاوي فظيع يعني الحقيقة، اللي اشتغل مع مجموعة يعني مجموعة الاقتصادية اللي هو شكلها على صياغة باب الاستثمار في لائحة النادي الأهلي. لائحة النادي الأهلي يعني بتتيح للنادي أنه بعد شرط موافقة الجمعية العمومية، بعد شرط موافقة الجمعية العمومية أنه ينشئ شركات للاستثمار يزود بيها طبعا موارده، اللي طبعا طبيعي جدا هتصرف على منشآت النادي، على التطوير في النادي، على فرق الرياضية، ده طبيعي جدا. لكن وده المهم جدا جدا، تشترط أن النادي الأهلي هو اللي يكون عنده الحصة الحاكمة في أي من شركاته. كلمة الحصة الحاكمة دي كانت حقيقة جديدة عليا لما كنت بتناقش مع الدكتور فاروق، يعني كنا دايما نتكلم في إيه نسب، نسبة كام ونسبة الأعلى و 50% 51 66، هو قال الحصة الحاكمة دي وشرحها لي، فأنا عشان كده حطيناها قدام حضراتكم النهاردة وفي الشركات في الشركات دي. مش بس كده، وده برضو كان اقتراح جالنا في مناقشاتنا مع الأعضاء، ان مشروع اللائحه بقى الجديده للنادي الاهلي النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي بيقول ان الاسهم اللي بتطرح الاول على يعني الاول اسهم الشركات دي قبل ما تطرح بره، لا تطرح على اعضاء النادي الاول لو حبوا يشتروا، يبقى اعضاء النادي هم ده حقهم، بعد كده زي ما اشتروش يبقى تطرح بقى طبعا بالخارج. اللائحه الاسترشاديه يا جماعه كان فيها بندين فقط بيتكلموا على الاستثمار، مشروع النادي الأهلي في باب كامل بيتكلم على الاستثمار من كل جوانبه. يعني عشان نفتح باب الاستثمار وعشان يعني زيادة الموارد، لكن في نفس الوقت ما ينسناش ده الحفاظ على هوية النادي الأهلي وإزاي نحافظ على حقوقه وحقوق أعضائه. مشروع يعني ولأن مشروع لائحة النادي الأهلي بيعبر عن الأعضاء وبيحل مخاوفهم، عشان كده يعني تم إضافة بند خاص بالنادي الأهلي في مدينة نصر. البند ده كان نحن قعدنا مع كل الأعضاء في جميع الفروع، فأهل مدينة نصر كانوا يعني عندهم نوع من أنواع التخوف اللي وضعه اللائحة الاسترشادية إنهم مجرد فرع زي أي فرع، هم طبعا كلنا فروع واحدة لكن هم بس بيكلموا على الحقوق يعني، وخايفين إن يتم التعامل معاهم كأنهم أعضاء فرع زي ما اللائحة الاستشهادية بتقول إن يتعاملوا يعني، وده تخوف مشروع، هم تخافين ده تخوف مشروع حقيقة برضه طبقا اللائحة الاستشهادية يعني اللي موجود فيها، إن ممكن يتفتح عضويات جديدة لفرع مدينة نصر بسعر مخفض، المكان هناك أساسا المكان هناك ما يستحملش. وعشان كده إحنا حطينا مع لجنة الصياغة مادة مخصوصة للأهلي مدينة نصر اللي هي المادة رقم 12،
والماده رقم 12 اللي بتقول بقى يعامل فرع مدينه نصر معامله النادي الاصل من حيث شروط قبول العضويه وحقوق وواجبات الاعضاء، وذلك لانشائه وذلك ودي مهمة جدا لإنشاؤه قبل العمل بالنظم القانونية التي أباحت الأندية إنشاء فروع لها. ده موجود في مادة 12. يعني كده أو معنى هذا الأمر إن يعني يستحيل بمجرد الجمعة الجاية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي للنادي، مش يستحيل إن يكون في حاجة اسمها عضوية فرع في مدينة نصر، ومش ممكن أي مجلس إدارة يجي في المستقبل يغير هذا البند. ده استحالة. واللائحة كمان ما بتنساش جماهير الأهلي العظيمة. الحقيقة الجمهور ده جمهور مش قادر أوصفه، ما أقدرش أوصفه. وخليني أقول لحضراتكم مثلا امبارح في الماتش بتاع الأهلي وبطل غينيا، الماتش ده جت أول 25 دقيقة كده في الأولاد مشدودين شوية، الجمهور بإحساسه وبإحساسه بلعبته وبإحساسه بناديه حس إن ده التوقيت المناسب اللي لازم يرفعوا فيه الريتم شوية، إزاي يحركوا الملعب كله، إزاي يحركوا الأولاد اللعيبة في الملعب إزاي. الحقيقة شفت كده زي الناس كلها زي ما يكونوا هبوا مرة واحدة، يعني الاتنين كلهم قاموا كده قومة واحدة، إزاي نشد اللعيبة. هو ده الجمهور الأهلي العظيم، هو ده الجمهور الحقيقة، يعني ما نقدرش نوصفه بالكلام، بس فعلا ليه دور كبير جدا جدا في اسم تاريخ النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي بكل بطولاته. ومن هنا بقى اعترافا يعني بفضل الجماهير او جمهور الاهلي علينا يعني او على النادي الاهلي مشروع، وعلينا طبعا كلنا يعني مشروع بقى اللائحه، برضو اللائحه الجديده للنادي الاهلي بيدي الحق في انشاء روابط للجمهور بترخيص من النادي بما يتوافق مع القانون. كمان مش بس ده، مشروع لائحة النادي الأهلي بيرد الاعتبار للمرأة وبيعمل مساواة كاملة ما بين الراجل والست في النادي الأهلي، بيصلح الحقيقة أوضاع يا جماعة احنا عايشين فيها بقالنا فترة طويلة جدا، والأوضاع دي ما يصحش انها تستمر لحد واحنا في 2018، ما ينفعش تستمر. لائحة النادي الأهلي بتحترم المرأة. المرأة مين هي المرأة؟ المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت، بتحمي عضويتها وبتحمي حقوقها وبتحمي حقوق أولادها في كل الحالات الاجتماعية. يعني الحقيقة يمكن كمان بشكل الحقيقة مش موجود في أي لائحة، يعني اللي احنا موضوع في لائحة النادي الأهلي ملوش زي وملوش يعني مش موجود في أي لائحة تانية في أي نادي في مصر. كمان اللائحة بتحمي حقوق أبهاتنا وأمهاتنا، حقوق الأيتام، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب القدرات الخاصة، حقوق الرياضيين. بتحل برضو اللائحة الجديدة بتحل مشاكل اجتماعية كتيرة جدا بنشوفها كل يوم، بنشوفها من خلال عملنا احنا اليومي بقى في النادي، احنا بنمر علينا حاجات عملية بنبقى نفسنا نغيرها نفسنا نقولها بس مش قادرين، لأن اللائحة الاسترشادية الحالية ما تدكش هذا الحق. باختصار التجربة الديمقراطية اللي احنا مرينا بيها سوا في اعداد مشروع اللائحة واشتغلناها مع بعض الفترة اللي فاتت خلته مشروع الحقيقة مشروع متطور، مشروع فريد بالنسبة للأندية في مصر، وعشان كده من حقنا كلنا كأهلوية نكون يعني نفخر بهذا الأمر ونفتخر بهذا الأمر. ولكن خلينا برضو نقول حاجة مهمة جدا، احنا بشر واحتمال ومفيش الحقيقة نص بشري ممكن يوصل للكمال، مش ممكن تحصل كمال لوحده، عشان كده اللائحة دي جواها آليات تسمح بتعديل بعض البنود في المستقبل، بس مين بقى اللي يعدل؟ مش مجلس إدارة ولا مسؤولين، اللي بيعدل حضراتكم الجمعية العمومية بس، التعديل في إيد أعضاء النادي الأهلي بس، في إيد حضراتكم بس. ليه؟ لأن أنتم أصحاب النادي الحقيقيين. كمان مشروع لائحة النادي الأهلي الجديدة في اللحظة يعني في الوقت اللي احنا فيه ده مجرد مشروع، مش هيعتمد ومش هيمر إلا بتصويت الجمعية العمومية للنادي. عشان كده
بقول ان يوم الجمعه اللي جاي ده 28 سبتمبر زي ما قلت لكم قبل كده ده يوم تاريخي، لازم كلنا ننزل ولازم كلنا نشارك ولازم كلنا نقول راينا. هنا عندي انا بقى تخوف، انا اللي عندي تخوف. التخوف اللي عندي وهو تخوف وحيد ان حضراتكم تفتكروا ان خلاص الجمعيه هتكتمل وان الموضوع هيمر ان شاء الله وهيعتمد النظام الاساسي. لو احنا اعتمدنا على ده يا جماعه ده خطر جدا علينا. انا عايز كل واحد يشترك، لو كل واحد اعتمد على التاني وكل واحد قال لك خلاص في غيري هينزل او في اللي نزله كفايه، لا مش كفايه. احنا لازم ندي مثل للدنيا كلها ان جمعيه العموميه للنادي الاهلي من 1908 اول لائحه هي اللي بتشارك النهارده، بتحط لائحه مستقبليه للنادي الاهلي باذن الله تحافظ على الحقوق. لا محدش يعتمد على حد، كل واحد لازم يشارك، كل واحد في حضراتكم لازم يشارك في رسم. يعني انا ليا امنيه دي ليكم انتوا ولحضراتكم وليا طبعا، ان كلنا يا جماعه لازم يكون لينا دور في المشاركه في اللائحه الاساسيه او لائحه النادي الاهلي الاساسيه. كل واحد لازم يشارك. انا متاكد زي ما بحكي دلوقتي لاولادي والاحفادي، زي ما حضراتكم بتحكوا لاولادكم واحفادكم، ان كل واحد فيكم شارك ولو بالراي، لو انه جه قال صح او غلط او يعني موافق او مش موافق، ده 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 رايكم، بس شارك وانزل وقول رايك. يا جماعه اليوم ده يوم مهم جدا، مشاركتك فيه مهمه جدا في رسم مستقبل النادي الاهلي. يعني الحقيقه انا مش عشان كده بقول يعني لكل بقى عضو والكل عضوة، كبار السن، الأطفال، أنا عايز يبقى يوم الناس كلها تفرح بيه في النادي الأهلي. عايز أقول للنادي الأهلي إن حق النادي الأهلي، كلمة دي مهمة جدا يا جماعة، حق النادي الأهلي علينا كلنا إننا ننزل كلنا إن شاء الله يوم 28 يوم الجمعة 28 سبتمبر. وما تنزلش لوحدك، معاك أصحابك، معاك أهلك، معاك زمايلك، أصدقائك اللي جوه النادي، لموا بعض وتعالوا شوفوا ناديكم، تعالوا شاركوا في رسم مستقبل ناديكم واقرار مشروع لائحه النادي الاهلي. كمان اللائحه هي موجوده بقى، النسخه النهائيه اللي انا كشفت وريتها لحضراتكم هي موجوده في النادي وموجوده اونلاين على موقع النادي، اقروها كويس وشوفوا الفرق اللي حصل ما بين النسخه المناقشه، وشوفوا الفرق ما بين اللائحه الاسترشاديه، وشوفوا الفرق في لائحتكم الاساسيه دلوقتي، شوفوا الفروق اللي حصلت، لان الفروق دي فعلا بتحقق ان شاء الله يعني شيء هام وشيء ضروري جدا للنادي الاهلي للمستقبل باذن الله. وكمان برضو عايز اطمن حضراتكم بالنسبه للتوجيهات، يعني هناك توجيهات للاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي، هي توجيهات بالتيسير الاقصى، اقصى تيسير ممكن يحصل علشان الناس تبقى مستريحه، الناس تيجي تحضر الباركينج بتاعها في اقصى، هم هيبلغوا حضراتكم بهذا الامر، في يعني اماكن محجوزه للعربيات، في دخول النادي من ساعه ما تخش النادي لغايه ما تدي صوتك، يعني هتاخد فتره بسيطه جدا ان شاء الله باذن الله. يعني وده انا خدت بيه وعد شخصي من الاداره في النادي ان يعني الهدو هياخد وقت بسيط جدا من ساعه ما يدخل نادي الاهلي في الجزيره عشان يحط ويقول صوته او يقول رايه ويخرج من اللجنة، هيكون إن شاء الله وقت بسيط جدا. يا جماعة دي مشاركة تاريخية يجب إن احنا كلنا إن شاء الله ننزل ونشارك فيها بإذن الله. هنا بقى أو في النهاية يعني عاوزين كلنا ننزل عشان مستقبل النادي الأهلي، عشان نحمي حقوقه ونحمي استثماراته، ننزل عشان حقوق أعضاء النادي الأهلي، ننزل عشان أولادنا وحق أجيال بعدينا جاية، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. باختصار يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يوم حق النادي الأهلي علينا، ده يوم حق بقى النادي، إحنا كلنا لينا حق عند النادي، النادي ده ليه حق علينا كلنا، كل النادي ده أفضله علينا جميعا، عشان كده ده يوم حق النادي الأهلي علينا. أتمنى إن كلنا نشارك في هذا اليوم، كلنا نعطي وندي حق النادي الأهلي علينا.
اشوفهم بخير وان شاء الله دايما في خير دايما، والنادي الاهلي دايما في خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.